أهلا بكم مشاهدي قناة الأبيض تي في في مغامرة جديدة مثيرة مع فريقنا العلمي. بعد مغامراتنا المثيرة في غابات الأمازون، قرر فريقنا العلمي الشجاع الغوص في إحدى أكثر الألغاز المأساوية والغموض إثارة للجدل، وفاة الشابة الكندية إليزا لين في فندق سيسيل المريض. لقد جذبت هذه الحادثة الغريبة أنظار العالم بأسره بسبب التفاصيل غير الطبيعية والطابع المأساوي المحيط بها. انضموا إلينا في مغامرتنا الجديدة حيث نكشف الأسرار ونقترب من الحقائق. شاركونا آراءكم في كل خطوة، ربما تكونوا أنتم من يساعد في فك هذا اللغز. من خلال الاطلاع على الحالات المشابهة في الفندق نفسه، توصل الفريق إلى أن إليزا لام ربما لم تكن وحدها حين اختفت، بل تواصلت مع كائنات أو طاقات غير مرئية. قامت الدكتورة إيمان خبيرة علم النفس بالفريق بدراسة لقطات كاميرات المراقبة بتمعن، ولاحظت تفاصيل قد تشير إلى أن إليزا لام كانت تحاول فك شفرة مخفية أو الوصول إلى الحقيقة من خلال تواصلها مع عالم الأرواح. قالت الدكتورة إيمان: تصرفات إليزا تبدو وكأنها تواصلت مع شيء يتجاوز الطبيعة، ووقوعها ضحية لمحاولتها تجاوز حدود التواصل المسموح بها في هذه العوالم. قام الساحر جوزيف باستشعار الطاقات المحيطة بمكان مستخدماً أدوات دقيقة لتحديد وجود أي طاقة غير طبيعية. اكتشف أن سطح الفندق يعج بطاقات ثقيلة تشبه تداخلات أرواح قديمة، مما يوحي بأن إليزا كانت تتواصل مع كائنات روحانية. قال جوزيف: الأرواح في هذا المكان قد شعرت بوجود خطر من محاولات إليزا، وقد تكون هذه الكائنات قد اختارت الانتقام لحماية خصوصيتها. بعد جمع الأدلة وتحليل كافة الجوانب، توصل الفريق إلى أن إليزا لام لم تكن مجرد ضحية لظروف غامضة، بل كانت روحاً تتوق لاكتشاف الحقائق وتجاوز حدود التواصل المألوف بها. أثار الفضول الغريزي لدى إليزا الحقد داخل كائنات غير مرئية، مما أدى إلى نهايتها المأساوية على يد هذه الكائنات. هكذا يصل فريقنا إلى الخلاصة، لكنه يبقى أمام سؤال أكبر: هل يمكن للأرواح أن تتدخل في حياة البشر بشكل مباشر؟ شاركونا آراءكم، هل تعتقدون أن هناك عوالم مخفية قد تحاول منع البشر من كشف أسرارها؟